يعد قسم العلاقات العامة والإعلان بمعهد الإسكندرية العالي للإعلام من الأقسام المهمة في قطاع الدراسات الإعلامية، فهو القسم الذي يقوم بدراسة إدارة الاتصالات لصالح المؤسسات. معهد الإسكندرية العالي للإعلام بيضم أقسام ثلاثة: قسم الصحافة، قسم الإذاعة والتلفزيون، قسم العلاقات العامة. هتكلم النهاردة عن قسم العلاقات العامة، وهو القسم المنوط بتخريج طالب للعمل في المؤسسات والشركات على مختلف توجهاتها وأنشطتها. فرد العلاقات العامة أو أخصائي العلاقات العامة هو الفرد المسؤول عن تحقيق الاتصال، سواء كان اتصال داخلي أو خارجي داخل المؤسسات. يهدف قسم العلاقات العامة والإعلان بالمعهد إلى إكساب الطالب مهارات مخاطبة جمهور المؤسسة وتطوير سمعتها، وتزويده بأهم المهارات للترويج لرسالة المؤسسة وأهدافها ومنتجها، التعرف على أفضل الممارسات في إنتاج المواد الإعلامية والمطبوعات والنشرات المتعلقة بأعمال ومنتجات المؤسسة كإدارة التسويق أو الإنتاج. فهو قسم يضم مجالات متنوعة زي التسويق، زي العلاقات العامة، زي الإعلان، زي البروتوكول والإتيكيت وتنظيم المؤتمرات. ويقوم القسم بأعداد الكوادر التي تستطيع المنافسة في سوق العمل من خلال تعريف الطلاب بطبيعة العمل داخل منظومة العلاقات العامة، والتدريب على إنتاج المواد الإعلامية المطبوعة مثل النشرات والمجلات، والمواد المسموعة والمرئية كالإعلانات، وعمل الحملات الإعلامية والإعلانية المختلفة. القسم الوحيد اللي بيدرس مادة الإقناع والاستمالات الإقناعية واستراتيجيات الإقناع. فرد العلاقات العامة هو فرد إعلامي شامل بيتعامل مع المؤسسات الإعلامية، لأن احنا عندنا كمان المتحدث الإعلامي ممكن يكون هو المتحدث الإعلامي للمؤسسة، فمنوط بيه يكون عنده مهارات بيكتسبها من خلال الدراسة ومن خلال التدريب ومن خلال الحاجات العملية اللي بيطبعها عندنا، سواء في مادة عملية أو في مشروع التخرج. إزاي أنا هتعامل مع وسائل الإعلام؟ فرد العلاقات العامة هو إعلامي متكامل بالدرجة الأولى. يقوم القسم أيضاً بتدريب الطلاب على تنظيم الأحداث الخاصة ومراسم استقبال الشخصيات والوفود المختلفة. يعتمد قسم العلاقات العامة والإعلان على التنسيق مع الجهات العاملة بالفعل بالعلاقات العامة لتدريب الطلاب على أوجه العلاقات العامة ومجال عملهم في المؤسسات والشركات. كذلك يقوم الجزء الخاص بإنتاج المادة الإعلانية أو الإعلان باعتماد القواعد والأسس العلمية الحديثة والمواكبة لسوق الإنتاج الإعلاني. الطالب بيدرس عندنا مواد خاصة بالتنظيم والإتيكيت والبروتوكول عشان يقدر من خلال هذه المواد إن هو يتعرف على كيفية تنظيم عمل مؤتمر صحفي أو عمل مؤتمر قومي أو تنظيم فعالية معينة داخل وخارج الشركة. كذلك عندنا من المواد اللي بيدرسها في قسم العلاقات العامة والإعلان مواد خاصة بتخصصات الإعلان، زي مادة إدارة الإعلان اللي من خلالها بنأهل الطالب إن هو أو ننمي قدرة الطالب في كيفية إعداد وتنفيذ إعلان احترافي بشكل كامل. كذلك برضو من المواد اللي احنا بنهتم بها في قسم العلاقات العامة والإعلان مواد خاصة بالتسويق الإلكتروني أو التسويق الاجتماعي أو التسويق بشكل عام، وده بيأهل الطالب إن هو يكون ذات خبرة علمية كبيرة في كيفية وتصميم وتنفيذ الحملات التسويقية، سواء حملات تسويق اجتماعية أو تسويق خاص بالمنتجات السلعية. ويقوم أيضاً بالتدريب على عمل العلاقات العامة في إطار العلاقات الدولية أو ما يسمى بالدبلوماسية العامة والقوى الناعمة، كما يحرص على الزيارات الميدانية للمؤسسات والشركات المختلفة،
كي يلامس الطالب أجواء العمل عن قرب ويتعرف على الفرق بين ممارسة العلاقات العامة في المجالات والأنشطة المختلفة. تعتمد إدارة معهد اسكندرية العالي للإعلام على التدريبات الملائمة للطلاب التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بما يواكب تطور التكنولوجي الحديث. كما يقدم برنامجاً أكاديمياً متميزاً متطوراً في مجال التخصص بما يعكس التطورات الأكاديمية والمهنية المتلاحقة في مجال العلاقات العامة، وهو ما يؤهل خريج القسم من العمل في أقسام وإدارات العلاقات العامة والاتصال الحكومي والمؤسسي في المنظمات المختلفة الخدمية والإنتاجية الحكومية والخاصة. عندنا قسم العلاقات العامة بينظم زيارات مختلفة للمؤسسات الخارجية زي الهيئة العامة للاستعلامات، ده علشان الطالب في النهاية يشوف الجانب العملي والواقع ازاي بيشتغلوا في هذه المؤسسات. كمان مش بس الهيئة العامة للاستعلامات، ولكن في الشركات المختلفة والمؤسسات المختلفة بيتم لها زيارات، وكمان الطالب هناك بيعرف ازاي الامور ماشيه جوه المؤسسه. يبقى انا هنا في المعهد دربته كويس، درست له كويس، طبق الجانب العملي كويس، كمان اللي انا اديته له هنا هو راح سوق العمل بره واطلع عليه على ارض الايه، على ارض الواقع. مشروع التخرج مهم جدا لان هو بينقسم لحاجتين، جزء تنفيذي او جزء اعدادي وجزء تنفيذي. الجزء الاعدادي هو ازاي بيأهل نفسه ان هو يصمم حمله، يختار شعار، يختار لوجو، يحدد جمهور مستهدف، يوضع اهداف، يختار خطه تسويقيه متكامله، يحدد نقاط القوه والضعف، يحدد الفرص والتهديدات. ده الجزء الاعدادي بالنسبه لحملات أو مشاريع التخرج في قسم العلاقات العامة. الشق الثاني اللي هو خاص بجزء التنفيذي، اللي هو إزاي إن هو يطبق الجانب اللي تم إعداده على أرض الواقع من خلال إن هو يبدأ يصمم المنتج، يبدأ إن هو يعمل عملية ترويج من خلال الوسائل الترويجية المتنوعة زي الإعلان، زي البيع الشخصي، زي العلاقات العامة والإعلان، زي تنشيط المبيعات، أياً كان الجانب التطبيق بتاع الحملة. ومن خلال كل الأفكار اللي احنا حطناها للمشاريع بيبدأ تنفيذها على أرض الواقع، وبنخرج بنتاج علمي كبير جدا في مجال قسم أو في مجال الإعلام أو في مجال الحملات الإعلامية، سواء كان حملات مسؤولية اجتماعية أو خاصة بالمجتمع أو حملات تسويقية للمنتجات. في النهاية بتمنى كل التوفيق لفندق الطلبة وعام دراسي سعيد.